السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوتي، بينما أنا جالس أحضر لمجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن، ساعتان من الآن سوف نبدأ إن شاء الله لمجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن. لكن أنا بما أني وعدتكم أنني سأتكلم من كتاب سابغات للدكتور أحمد السيد، وعدتكم اليوم أتكلم عن معالم الموجة التشكيكية المعاصرة، يعني التي نحن فيها الآن، وسماتها وطبيعة التأثر بها. الدكتور يحاول أن يضع يده على الداء، لأنك حتى تعالج الداء يجب عليك أن تضع يدك عليه وتعرفه وتعرف أسبابه حقيقته حتى تستطيع معالجته، حتى تصنع له لقاحا. هذه السابغات هي اللقاح، سابغات وقدر في السرد، نعمل سابغات وقدر في السرد، صح؟ نعم. فاللقاح أو السابغات هذه الموجة، الآن لا شك الآن الموجة التشكيكية المعاصرة هذه التي نعيشها، مهاجمة الإنسان في دينه ومسلماته. هذا دين الإنسان أغلى شيء عنده، الدين أغلى شيء عند الإنسان، يعني لا يملك الإنسان شيء أغلى من دينه. فإذا واحد بلش يهاجمك في دينك فمعناته ما صفى من هيك، يعني عم يقضي عليك تماما، يقضي على وجودك تماما، لأنك أنت خليت عن دينك فأنت اختفيت خلاص، أصبحت شيئا آخر، لم تعد أنت ما كما كنت، أصبحت شيئا آخر، ربما ابتليت بضنك العيش بعدها. نعم. فيتكلم الشيخ بكلام دقيق، أو الدكتور أحمد السيد يتكلم بكلام دقيق عن معالم هذه الموجة التشكيكية المعاصرة، فيقول: أول شيء أن هذه الموجة في غالبيتها هي هدمية لا بنائية، يعني ليس الهدف منها البناء، إنما الهدف منها أن تهدم، لأن هذه الموجة المعاصرة مرتبطة بالجنون. والله حي الله الدكتور أحمد من الأزهر الشريف، دكتور الحبيب الغالي المخلص، دكتور أحمد الأزهر الحبيبي. إذن هذه الموجة تريد أن تهدم ولا تبني، لعلهم لا ينتبهون هذا الأمر، لكن الذين يسيرون الأمور، هناك من الأعلى من لديه الخيوط وهو يمشي الأمور هكذا ويلعب بكل شيء كما يلعبون بالماريونيت. ماريونيت يعني الدمى بالخيطان. هذه الموجة العالمية التي تريد هدم الإنسان تريد هدم الإنسان وإخراجه من إنسانيته ليصبح مجرد روبوت، أداة ليس له كيان. هذا الموجة الذي أسميها، جزء منها ما سميته لكم باسم الإيديوكراسي. فهذه الموجة التشكيكية التي سلاح من أسلح الرأسمالية المعاصرة لتدمير الإنسان، غالبها هدمي لا بنائي، يعني هو لا يقصد البناء، لا يقصد الخير للناس، إنما يقصد أن يهدم كل ما عند الناس حتى يصير الناس ما عاد عندهم أي شيء. إذا كل مسلماتهم أصبحت مهزوزة، لم يعد هناك إيمانهم بكل شيء، أصبح مهتز، حتى إيمانهم بالديمقراطية، هذا الصنم الذي صنعوه أصبح مهتزا الآن، يعني لم يعد هناك إيمان بأي شيء أبدا، حتى بالدولار ما في إيمان له، ولا البيتكوين ولا شيء. إذن يقول الدكتور أن هذه في غالبها هدمية لا بنائية، فوضوية لا منهجية، تثير الإشكالات وتبرز الاعتراضات، بعدين لا تقدم رؤية أو فكرة بديلة متماسكة، لا يوجد لها فكرة بديلة متماسكة.
طب يعطيني البديل يا أخي. لا بس جن، وكره كل شيء، وأكفر بكل شيء، أكفر في كل شيء، وكره كل شيء، وكره أخاك الإنسان، وكره الإنسانية، وكره الكرة الأرضية، وكره حالك فقط، بس أكفر وكره. هذه هي. ثم يقول الدكتور أن هذا يظهر، يعني هذا الذي يقوله بأن هذه في أغلبها هدمية لا بنائية، قال يظهر هذا في صور واقعية متعددة. عم يعطينا بعض الصور. عم يعطيك أول صورة، أنه المتابع للطرح الإلحادي يجد في كثير منه البعد عن تقرير الفكرة الإلحادية الأساسية. يعني هي الفكرة الإلحادية الأساسية ما هي؟ من أين جاء هذا الكون؟ ها هي، من أين إجا؟ هل يوجد خالق أو لا يوجد خالق؟ وما هو الجواب على السؤال المصيري الأساسي الذي هو من أين؟ هذه هي الفكرة. يجد أن الإنسان ما يبحث الآن، يجد أنه يبتعدون عن هذا السؤال، لم يعد يخطر لهم ببال. يعني ليس هو ماذا يطرحونه، هم يطرحون أشياء أخرى. فمثلا تجدهم ابتعدوا عن هذا السؤال وعن الإجابة عنه إلى ما هو نقد الدين، مهاجمة الدين. يعني عوضا عن أن يكون السؤال هل هناك خالق لهذا الكون أو ليس هناك خالق، أصبح السؤال الآن أنه نقد الدين، نعم، وبخاصة الإسلام. لماذا؟ أنه الإسلام هو البديل الوحيد الموجود، بقية الأديان ليس لها يعني أي قوة. لذلك هم تركوا كل شيء وبدأوا يبحثون. يعني هل أنا بسألك سؤال، أنت شو بدك بصحيح البخاري كمثال؟ أنت بدك تناقش هل هناك، أنت إذا كنت غير معترف بخالق شو بيهمك البخاري؟ وشو بيهمك بول البعير؟ وشو بيهمك زواج عائشة وعمر عائشة؟ وشو بيهمك موضوع الأحكام الشرعية؟ ما الذي يهمك موضوع الأحكام الشرعية أنت إذا كنت أنت غير مؤمن بوجود خالق؟ هذه ليس لها أي معنى. هذا التساؤل في الفرعيات في حين التغاضي عن السؤال المصيري الأساسي هو مضيعة للوقت. ماذا يهمك أنت كما قلت لكم بجزئيات الإسلام ودخاليش الإمام البخاري ومسلم وهذه الأمور وحديث الأفراد شو بهمك هذا بالموضوع؟ هل أنت هذا موضوعك ولا موضوعك أنت موضوعك هو الإجابة عن هل هناك خالق أم لا؟ نعم. الآن هو الدكتور يتكلم عن حالة حصلت مع ريتشارد داوكنز. صراحة ريتشارد داوكنز أنا سمعت له، صراحة ما شعرت له بالاحترام صراحة. يعني لم أشعر أنني، يعني مثلا دانيل دانت اللي هو الفيلسوف الملحد تشعر بالاحترام عندما تستمع له. لكن الدكتور هذا ريتشارد داوكنز اللي هو اللي كتب The God Delusion، يعني الوهم الخالق، وهو عالم بالأحياء، تجده متحاملا فيخسر القيمة العلمية. لأن الإنسان العالم يتكلم فقط بالعلم، ما يقول آراء أو ينطلق من تحاملات أو ينطلق من كرهه للأديان أو ينطلق من كرهه للإسلام، هو يتكلم في علمه فقط. أنت شو دخلك؟ أنت تتكلم ماذا وجدت في أبحاثك؟ أنت مؤمن بنظرية التطور وأنت تبحث في الكائنات الحية في البيولوجيا، فكن عالما، تكلم في علمك، تقول أنا لا أعلم. ما تتكلم وأنت تظهر أنك تعلم وأنت لا تعلم. فكان هناك لقاء، أنت أستاذ في علم البيولوجيا، شو بدك تعمل لقاء مع على قناة الجزيرة؟ كان له لقاء مع مهدي حسن، فكان يسأل له، سأله عم تمسخر، يعني قال له أنت يعني مصدق أنه محمد طلع على حصان له أجنحة؟ طب هذا شو دخل السؤال بموضوع وجود الخالق أو عدم وجود الخالق أو نبوة محمد أو غير نبوة محمد؟ إيه عمل لك؟ قال تصفقوا له، بينما هو عم يقول لك
عندما سألوه في سؤال بضمن اختصاصه عن نشأة الحياة، لأنه عالم بيولوجيا، سألوه في عن أصل نشأة الحياة، كيف نشأت الحياة، فقال هو ما استطاع يجيب على هذا الجواب وتهرب منه، تهرب منه ولم يستطع الإجابة عليه، وقال على حسب ما يعني قال بأنه ربما تطورت الحضارة وصممت شكلا من الحياة، يعني هرب من جوابي على السؤال إلى غامض آخر لم يكن موجودا. قال أنه ربما كان هناك حضارة أخرى وجاءت وزرعت الحياة في هذه الأرض. موضوع لما بدك تناقش علميا موضوع في أسئلة كتير صعبة، بداية الكون، كيف نشأ الكون، كيف يخرج من العدم إلى الوجود، هذا شغل صعب جدا. يعني الإنسان العالم يجب عليه أن يتواضع، مثل دانيل دانت هذا الفيلسوف الإلحادي الكبير، إنسان محترم، قال أنا فكرت مخي ما وصلني إلى وجود خالق، لكن أنا ما أستطيع أن أنكر ذلك، ما أستطيع، لأنه علميا لا تستطيع، أنت علميا لا تستطيع أن تنكر ذلك. ثم يتكلم الدكتور أحمد السيد عن الدكتور عدنان إبراهيم وعن محمد شحرور بأسلوب يعني اللي قالوا عن كلام فيه وجهة نظر. يعني الآن نحن لا نقيم محمد شحرور، تعرفوا أنا ولا لا محمد شحرور وعدنان إبراهيم، أنا برأيي هدلهم كلهم من أعداء المساكين، وهذا الطياري شو اسمه كيالي ودلون أشخاص أنا ما بيهموني ليش لكم، لأنه أنا كل واحد عدو للمساكين فهو عدولي، أو يعني ليس من المفضل عندي. اسمعوا، قال اتكلم عن عدنان إبراهيم، قال اللي لما بلشت المقاطع تبعه قال وإن استفاد منه بعض الناس إيمانيا أو معرفيا، يعني فعلا في ناس استفادوا من عدنان إبراهيم. يعني أنا كنت أستمع للدكتور عدنان إبراهيم، رجل عنده علم كثير غزير، بيقول لك إلا أنه لا يقدم رؤية معرفية بنائية متماسكة. تبهوا كلام دقيق جدا، قال إن عدنان إبراهيم لا يقدم رؤية معرفية بنائية متماسكة بقدر الاضطراب المنهجي الذي ماذا؟ تبهوا الذي يمارسه. يعني هو عم يجي لعند الناس يساوي عندهم مشاكل بأفكارهم، ما عم يعطيهم بديل منهجي يخليهم ينفدوا من هالشك، فلشو اللي عم يساوي؟ عم ينتقل هذا الاضطراب المنهجي إلى الجمهور، وبالتالي كما يقول فالمتابع له لا يخرج بموقف واضح تجاه عدد من القضايا الشرعية المهمة التي أكثر الحديث عنها، كالموقف من السنة. مرة بتحكي لي عن البخاري، صحيح البخاري ما في أحسن منه، مرة بتقول لي البخاري في كذا وكذا وكذا، أنا كإنسان بسيط رح أكرهك وأكره البخاري معك، ما حفهم منك شو بدك، رح أكره البخاري، أول شي بدي بالبخاري شدي وجع الراس زدته على جنب، يا هذا كتاب كله إذا في شوية خريف معناته الكتاب كله ما بدي، تمام؟ قال وكثيرا ما يكتسب المتابع له وهدلون الأشخاص، وأفضل بكتير لسه من الشحرور ومن الكيالي عدنان إبراهيم، على كل حال يعني وكثيرا ما يكتسب له المتابع له جرأة على الثوابت والمسلمات دون مفاتيح منهجية ودون اعتبارات فقه الخلاف وأدبه، فيتعامل أحدهم مع النصوص بناء على بوابته المعرفية والفكرية التي يظنها العقل الصريح، فيدخل من النصوص ما ناسب فهمه ويرد منها ما لا يناسبه. هلا احنا ما لنا ضد التفكير ولا لنا ضد ان الانسان يدرس الامور، هو عم يقول لك، لكن نحن ضد انه نشوش على المساكين. هو يقول
رفض التجديد الذي ينبني على الاضطراب المنهجي وعلى الثورة الهدمية النقدية لا على الرؤية البنائية. نحن بدنا نبني، شتان بين من يبني وبين من يهدم. لكن الهدم سهل كتير يا أنا، ما في أسهل من الهدم. جيبة دجة هيك دجة بتهر البناية كلها. بقديش تنهر البناية؟ بهم أكبر بناية بهروا لك يا خمس بكم دقيقة، أكبر بناية بالعالم. بينما تعمرها بدها 5 سنين لتعمرها. يعني معناته أنه الهدم سهل لكن البناء هو الصعب. فنحن هذا الذي نخاف منه، هاي الثورة الهدمية النقدية تترك الإنسان حائرا، تتركه ضائجا، تتركه مشتتا، تتركه كافرا بكل شيء حتى بنفسه. يعني تبعد الإنسان عن نفسه وعن روحه وعن أخوه أخيه الإنسان وعن ربه الخالق سبحانه وتعالى. إذ أن هذه الفوضى لن تكون، هاي الفوضى أن يظنون أنه إذا شاوينا هاي الفوضى وخلينا ناس تشك بمسلماتها ودينها معناته هي بداية العلم. أبدا، هذه ليست أبدا هي سبب ما نحن فيه من تأخر في مجالات العلم والتفكير والمعرفة، بل إنها تكرس هذا التأخر وتزيده تعقيدا. إذا واحد مرتاح براسه ما بينتج، بدك تشوش له كل شيء وتكرهه بكل شيء وتكفره بكل شيء، ما بقى يرتاح مخه ليكون مطمئن. أول نعم، يقول أنه مر على حالات ترك أصحابها الإسلام مصرحين بأن أول خطوة في انحدارهم ذلك كانت متابعة عدنان إبراهيم، ثم الانحدار إلى شحرور، ثم السقوط إلى مذهب الربوبي أو الإلحاد. ولا أظن هذه النتيجة يمس علوم التجديد. طبعا إذن السمة الأولى لهذه الموجة التشكيكية أنها هدمية لا بنائية. السمة الثانية أن هذه الموجة محملة بالأسلحة الأسئلة المفتوحة دون حدود، ولا يوجد سؤال يمكن أن يستبعد منها، سواء منها ما يتعلق بالله سبحانه أو بأفعاله أو بالتشريعات الإسلامية أو بالأنبياء أو بالقضايا الفلسفية في أزلية الكون أو حدوثه ونحو ذلك. وهذا يستدعي استعداد، يعني صاروا يشكوك من جميع الجهات. لذلك احنا قلنا بدنا السابغات هذه الدروع، لانه ما عم تلاقيها. بتجي واحدة سهم جايك من اذنك، سهم عم يتوجه لك على كتاب صحيح البخاري، سهم تاني جايك على موضوع الزواج، سهم تاني جاي بعينك على موضوع الحجاب، سهم ثالث على الزواج المدني، سهم رابع جايك الزواج بلا ولي، سهم خامس جاييك موضوع الزكاة، سهم سادس أكل ما الربا، وهل ربا ولا مو ربا. يعني كل نقطة من النقاط جاييك منها سهم، مو نقطة واحدة. أسئلة مفتوحة تتعلق بكل صغيرة وكبيرة في الدين، في دين الإسلام. السماء الثالثة، تحمل الموجة التشكيكية المعاصرة شعارات عامة ذات بريق وجاذبية. الناس ضايق خلقة من التخلف، فشو بيقولوا لك؟ التجديد، المعاصرة، تحرير العقل، نقد الموروث. إنسان عنده شوية ثورة، رفض الوصاية، الحرية. كلمات كبيرة فضفاضة رائعة، حرية التفكير، شايف؟ حرية العبادة، حقوق الإنسان، كلها كلمات يعني ضخمة جدا واسعة، لكنها شو؟ غير محددة المعالم، ولا هي منسوجة نسجا منهجيا علميا يقي صاحبه من الفوضى والتناقض. رفض الموروث، شو رفض الموروث؟ نقد الموروث، مو رفض الموروث. رفض الوصاية، نقد الموروث. شو يعني نقد الموروث؟ تحرير العقل. نعم، إذن هذه كلها تحتاج إلى توضيح حتى نفهم شو المقصود منها، شو الشيء المقصود منه فيها كحق وشو المقصود منها كباطل. فهمت علي كيف؟ ما هي الحرية وما مقصود فيها؟ الحرية كلمة كبيرة يبدأ بحث لحالة. نعم، فمثلا في عندك واحد بيجي بيقول لك أخي أنا السنة كلها ما بدي، هذا قال من باب نقد الموروث.
شو دخل نقد الموروث برفض السنة وإنكار السنة؟ السمة الرابعة كما يقول الدكتور أحمد أن التأثر بهذه الموجة في مجتمعنا المحلي يأخذ حالة بين الخفاء والعلن، وهي إلى الخفاء أقرب، لذلك هذا بيجعلنا قلق الأمر لأنه ما بنعرف الشغلة مو واضحة على لأنه هلأ صار الكل عم يتعرض للهجوم. يعني الأسهم هذه تأتي من جميع الجهات وتصيب الكل، تصيب ابنك وابني لكن ابنك بجوز ما يحكي لك، يكون بالخفاء، وبنتك ما تحكي لك. الشذوذ، ما في شيء اسمه شذوذ جنسي، هذا ما في شيء اسمه شذوذ جنسي، هذا إنسان هو عنده مشاعره، أحيانا بيميل لهي الجهة أحيانا بيميل لهي الجهة. تيجي هذا السهم بفوت بإذن ابنك، ما حيجي لك أنه أنا والله حابب واحد بدي أتزوجه، وبنتك ما حتقول لك أنا والله حابب واحدة بدي أتزوجها. إذن هي أقرب إلى الخفاء منها إلى العلن. أحيانا بتلاقيها فجأة مثل الفطر، تعرف الفطر الكمأة عملت بق طلعت تحت التراب، بنزل تلج بنزل مطار، وبعدين بصير رعد، بعدين ما بتلاقيها إلا عملت بق طلعت من تحت، بقت هاي الفطر الكمأة. السمة الخامسة أن الميدان الأكبر لبث شبهات هذه الموجة والاستقبالها هو شبكات التواصل الاجتماعي. هذا اللي بيجعلها خطرة، لأنه ليست في المسجد، ليست في المدرسة مثلا، ليست في الأسرة، الولد قاعد بتخته والبنت قاعدة بتخته، وعم تجيون السهم، عم تجيون السهم، ما عاد صفى في شيء حماية، ما في حماية، هو قاعد بتخته جاي السهم بعيونه عم يفوت لقلبه لجوه من عينه على قلبه. فإذا هذا يجعلها على خطر لأنها بوسائل التواصل الاجتماعية. السمة السادسة أن خطورة هذه الموجة التشكيكية أنها موجهة ضد أصل الإسلام وثوابت الشريعة المتفق عليها. يعني هلأ ما صفى مثلا أنه مثلا هجوم على الوهابية مثلا كما يسمونها، أو هجوم على الأخوان المسلمين، أو هجوم على الصوفية، أو هجوم على المعتزلة، أو الهجوم على المرجئة، أو لا، هلأ الهجوم على وجود على الإسلام كله، على لا إله إلا الله، على محمد رسول الله، على وجود خالق، على الدين كله، لذلك هي فيها خطر كبير. إذا ما نضيع أصل الدين ضاع كل شيء. السمة السابعة أن أغلب المتأثرين بها هم شريحة الشباب ذكورا وإناثا. إذا الشباب تبعنا اللي هن أمل المستقبل هن يا حرام اللي عم ياكلوها، يعني اللي احنا هلا راحت علينا، اللي انا شو صفيت لك شعر شايب ما صفى، اللي راح يعني، اما او ابني وابنك وبنتي وبنتك ان املنا للمستقبل. هذه السمة السابعة. السمة الثامنة ان الذين يتأثرون بهذه الموجات هما قسمان: العابثون الفوضويون الباحثون عن اهوائهم الشخصية. يعني في واحد بده يزني، ما ملاقي طريقة يزني إلا يقول لك أنا أخي تركت الإسلام، هو ما مشان لا سأل عن الإسلام ولا عم فكر بالإسلام ولا درس موضوع إنه في الله وما في الله، وبده يروح يزني، بده يلحق البنات وينبسط ويشرب خمر وكذا. هدلون أخطر شيء، هو بيجي عند الوحدة بيخليها تخرج عن دينها، مو لأنه سأل عنا وعن دينها، وبده بس ينام معها يزني فيها، ما سأل عن شيء تاني. تبهتوا علي؟ بده ينبسط له يومين بأي طريقة، لو فيها دمار للمجتمع كله ما سائل، لو الكرة الأرضية كلها تتدمر ما نسائل، المهم يشبع شهواته. وفي نوع آخر فعلا تأثروا فيها تأثرا فكريا، لذلك لازم نحن نعالج كل حالة بناء على الشخص اللي تأثر فيها كيف تأثر فيها. السمة التاسعة: تختلف مرادات مثيري موجة الشبهات المعاصرة
فبعضهم يقصد صرف الناس عن الإسلام وإخراجهم منه بل وعن الأديان كلها. هن بدهم إنه كل شيء الدين ما بدنيا، أي دين كان من الأديان، لأنه ليش بدنا إنه خلاص صير كله مثل بعضه وكله روبوت وكله عبد للرأسمالية الجديدة وكله دينه اسمه consumption الاستهلاك، عبادة الدولار، عبادة الشهوات، الشراء الشراء، اشتري اشتري اشتري. هذا الدين الجديد الذي يشجع عليه، دين السطحية في التفكير، الفردية، الأنانية والاستهلاك. أهم شيء الاستهلاك، تكون مستهلك. في بعض آخر الذين يثيرون الشبهات مثل هذا الشخص اللي حكيت عنه مبارح ما أذكر اسمه، هو يظن أنه يريد أن يحسن صورة الإسلام وإظهاره بما يوافق النفس العصري، لكن هذا يؤدي به عكس ما يريد. فعوض عن أنه الناس تتمسك بالدين تترك الدين كله، هو قصده أنه يوافق بين الإسلام والرأسمالية، الإسلام والاستهلاكية، الإسلام والسطحية في التفكير والأنانية والفردية، فبيخسر الإسلام كله، أنه لا يستحيل التوافق. نعم. السمة العاشرة هذه 10 سمات. يقول هذه الموجة تتشكل من مجموعة من الاعتراض على وجود الله وكماله وعلى النبوة والشريعة، وفي الغالب تجد أن الأسئلة ذاتها تتكرر على ألسنة المتأثرين بها على اختلاف أعمارهم وبلدانهم، ولم يكن ذلك نتيجة تفكير واستنتاج عقلي اكتشفوا به هذه الأسئلة والاعتراضات، وإنما لتداول المعلومات في فضاء الشبكة التي قربت البعيد وجعلت العالم في فضاء، وجعلت العطاء على طاولة واحدة العالم مجتمع له. يعني شو معناتها هاي؟ معناتها أنه ما كلهم اللي عم يحكوا والشباب هدلوني فهمانين شو الطبخة. أرالوا كلمة بالهية، أرالوا كلمة فيها طعم بالإسلام، سكينة صغيرة ولا فكر فيها ولا شيء، عجبته بكرر مثل الببغاء. أغلبهم تكرير بدون تفكير، يعني أنه ليس هو من جلس وقرأ كتب العلم وقرأ كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين أو بحث أو كذا، وبعدين هو فكر ووصل، لا، أخذها جاهزة، اشتراها من المحل مثل ما لقى بالمحل، لا هو خيطه ولا شيء، لبسه ومشي وفكر حاله انه هو عامله، وما ليس هو الا عباره عن مقلد ويدعي انه مفكر، ولكنه ليس مفكرا ابدا، لان الذي يفكر يعلم تمام العلم ان الموضوع ليس بالسهوله هكذا، الموضوع اصعب بكثير مما نتخيل، ولولا ان هدانا الله سبحانه وتعالى، الهدى من الله سبحانه وتعالى ما تستطيع تهدي أحد، الهداية من الله، لكن عليك أن تدرك قيمتك وتتواضع عندما تبدأ تشعر بأنك تفهم وأنك مسيطر وأنك فهيم وأنك قادر وتتكلم عن الناس وتعمل حالك معلم. هذا هو الخطورة، لازم دائما تتواضع، تشعر بالتواضع بأنك لا تعلم إلا قليل، تتواضع، كل ما علمت أكثر علمت أنك لا تعلم فتتواضع. وهذا هو ربما سبب أني نفرت من ريتشارد داوكنز، هذا الشعور في التكبر، يعني وبأنه يعلم كل شيء وقادر على الإجابة عن كل شيء، ولا يوجد أحد قادر عن الإجابة عن أي شيء حقيقة إلا الأشياء البسيطة جدا جدا. فهناك في الكون من الألغاز لحد الآن ما لا يستطيع أي إنسان مهما أوتي من علم الإجابة عنه، وهذا يدركه كل أهل البصيرة وكل أهل التفكير العميق. طولنا عليكم، الله يجزيكم الخير، بس حبيت لأني وعدتكم أني أتكلم على هدلوني معالم
الموجة التشكيكية المعاصرة وسماتها، من كتاب سابغات للدكتور أحمد السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ساعة ونص إن شاء الله نلتقي في مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن.